مستشفى يا مستشفى يا مستشفى اعطيني وجهك ندير بيها اكسيدا. هيو معي كلكم يا اصدقاء، ما رايكم في تلك المستشفى؟ تعشق المرآة ضحكوا عليها المئات، لما رأيت شاربها كرهت كل الفتيات. أول مرة رأيت فيها مستشار في مقهى بسيدي يحيى، لن أنسى تلك الفطشة. في تلك اللحظة هفتني لكثرة الألوان في وجهها النحسان، خرج من عند الدهان على جمعة بالفريال ينادي ونجني فان. فجرت بالبكا وقلت لها تشبه الفنجان، جاء الفنجان ترجع اشرب فيه لاتشان. وش اشرب فيه؟ اشرب فيه الاسيد. ماذا اشرب؟ هيو معي كلكم يا اصدقاء، ما رايكم في تلك المستشفى؟ تعشق المرآة ضحكوا عليها المئات، لما رايت شاربها كرهت كل الفتيات. ثاني مرة تعرفت بها بمستشار، تبتي بنكنون تدرس القانون، لبست فيزون ببطء تمشي كالحلزون. سألتني عن المليون، رأسها فارغ البيدون. تخرج مع أستاذ في عمره 80، يهديها العام ويشتري لها الآيفون. بوم 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 تشيك 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 سيدي بيك المستشفى. هيو معي كلكم يا أصدقاء، ما رأيكم في تلك المستشفى؟ تعشق المرآة ضحكوا عليها المئات، لما رأيت شاربها كرهت كل الفتيات. آخر مرة فيها اعتزلت عن التمسطيش، رأيتها تدير فوتينج بصحبتي حسبت وكاني. طالعني الريش لما اكتشفت الحقيقة، تتنزى بدجاجة قالت فيها بآخر هدى. أمسكتني دوخة فوضعت كم شت شمة، قالت لي يعطيك غمة من يرفع وجد السنة. قصفتها برأسي أخذت ضربة الكباش، فجبت لا تنضر وحلق للمستاش. أوه مستاشي. هيو معي كلكم يا أصدقاء، ما رأيكم في تلك المستشفى؟ تعشق المرآة ضحكوا عليها المئات، لما رأيت شاربها كرهت كل الفتيات. هيو معي كلكم يا أصدقاء، ما رأيكم في تلك المستشفى؟ تعشق المرآة ضحكوا عليها المئات، لما رأيت شاربها كرهت كل الفتيات. يا مستشفى 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 بالي بلياني مستعشى. ايه مستعشى يا مستعشى مستعشى. ايه يا مستعشى وشنو ما عجبكش الحال؟ ونهاية تعيسة للمستعشى بعد فقدانها لشاربها، حيث أكدت المنظمة الأنتي مستعشية أن الضحية أضربت عن استعمال كل أنواع وسائل الحلاقة لمدى الحياة، وهذا ما جعل هيئة حماية التمسطيش برفع دعوى ضد نيسو أنجل، وهو بنفسه صرح بعدم ندمه وأنه يحضر الجزء الثاني من مستعشى. وعليها الكلام، كان معكم أنتي مستعش مباشرة من قناة لعن المستعشات. أوه مستعشى. إيه مستعشى ونص 25 لا 4.